اهلا بيكم. الفيديو بتاع النهارده هو واحد من سلسله الفيديوهات اللي انا عاملاها عن كريدت سكور وكريدت كارد وازاي نفهمها وازاي نحسن الكريدت سكور بتاعنا. والفيديو بتاع النهارده انا هجاوبكم فيه على سؤال واحد من الفيورز ساله لي، هو ازاي احسن الكريدت سكور بتاعي في فتره قليله جدا ما تزيدش عن شهر. فانا هقول لكم على التريكات اللي ممكن تعملوها في خلال شهر. معاكم رانيا سلطان ودي حكايات من الولايات. عشان نبقى واقعيين ان انت تحسن الكريدت سكور بتاعك في خلال شهر، اعتقد ان ده يعني مش واقعي الى حد كبير، لكن ممكن تعمل كده اقل فتره ممكنه. اعتقد ان هي تبقى 45 يوم، ده كده واقعي شويه، لكن 30 يوم ما اعتقدش انه هينفع. ولو انت بتسال ليه واحد عايز يعلي الكريدت سكور بتاعه في فتره قليله كده، جايز يكون عايز ياخد قرض كبير، عايز يفتح البيزنس بتاعه، عايز يشتري بيت. انتوا عارفين ان انا عامله سلسله فيديوهات عن ازاي تشتري بيت وتعمل ايه وتبص على ايه والكلام ده. واحد من ضمن الحاجات المهمه جدا عشان تشتري بيت وتاخد لون كويس هو ان انت يكون الكريدت سكور بتاعك كويس. جايز يكون عايز يقدم على الجنسيه او على البيرمنت ريزيدنسي، وعايز طبعا ان هو الكريدت سكور بتاعه بيهمه. جايز مثلا يكون عنده قضيه والقاضي هيبص على حاجه زي كده علشان بتاثر على الكاركتر بتاعه. فيعني في الف سبب وسبب تخلي ان الواحد عايز يكون الكريدت سكور بتاعه عالي وكويس. في الفيديو ده انا هقولك على طريقتين، طريقه هتزود السكور بتاعك شويه نقط، وطريقه تانية هتزود السكور بتاعك بنقط كبيره. فهبتدي بالحاجه اللي هتزود السكور بتاعك نقط كبيره، وهي ان انت تعمل حاجة اسمها بيجي بانكينج. بعد ما تخلص الفيديو بتاعي انا عايزك تدخل على جوجل وتدور على بيجي بانكينج وتقرأ اكتر، علشان انا هقولك المعلومات دي في فيديو قصير، لكن دي حاجة كبيرة ومهمة فلازم تبقى فاهم كل الديتيلز بتاعتها. بيجي بانكينج هي ان انت تروح لحد الكريدت هيستوري بتاعه والكريدت سكور بتاعه عالي، وتطلب منه ان هو يضيف اسمك على الاكاونت بتاعه. فممكن تروح لواحد قريبك، والدك، اخوك، ابن عمك، واحد صديق ليك، حد عنده بيزنس يعني، وتطلب منه ان هو يضيف اسمك على الكريدت سكور بتاعه. يعني هو هيفيدك فايده كبيره جدا، ولكن انت لازم تكون عارف انت بتختار مين. يعني لازم تكون بختار واحد يكون عنده كريدت هيستوري، يعني بقاله سنين مثلا 20 30 سنه. كل ما الفتره بتاعه الكريدت هيستوري بتاعته بتزيد، كل ما ده هيفيدك. الهيستوري بتاعه كله هيتنقل لك ويبقى تحت اسمك انت كمان. حاجة تانية ان الكريدت سكور بتاعه يكون عالي، يعني اقل حاجة 750 and up. ما تروحش تاخد مثلا حد الكريدت سكور بتاعه واطي، يبقى انت كده ما استفدتش في حاجة. رقم تلاتة ان هو يكون طبعا بيدفع البيمنتس بتاعته بشكل كويس، ما عندوش اي delinquencies يعني متأخرات على الكريدت هيستوري بتاعه. كل ده هيتنقل لك. وفي نفس الوقت انت لو انت الكريدت سكور بتاعك واطي مش هيتنقل له النيجاتيف. يعني الكويس في الموضوع ده ان كل البوزيتيف هيجي على اسمك، اما الحاجات النيجاتيف مش هتتنقل له هو. فلو انت السكور بتاعك قليل ده مش هيأثر فيه. لو انت السكور بتاعك يعني تاريخك قليل برضو ده مش هيأثر فيه. يعني انت بقالك مثلا كام شهر لكن هو بقاله سنين، ده مش هيأثر عليه. امتى بيأثر؟ لو انت كوساينر معاه على الاكاونت، يعني انت وهو كوساينرز بتمضوا جنب بعض على الاكاونت، ساعتها كل حاجة هتتقسم بالنص. وعشان كده انا مش بنصح بالكو ساينينج ده، حتى لو دي مراتك او ده زوجك او اخوك. او الكو ساينينج مش بيفيد في حالات معينه يعني، لكن في الحاله دي بتاعت البيجي بانكينج انصح ان هو يضيف اسمك عليه. كمان هو ممكن يلغي اسمك في اي وقت، فهو برضو عنده الفريدم ان هو يشيلك. لكن في الكو ساينينج ما تقدروش تلغي اكاونت ده غير لما انتوا الاثنين تروحوا وتمضوا انتوا الاثنين. ولو كان في اي متعلقات اي فلوس على الاكاونت لازم تكون حسابها زيرو، يعني تكونوا دافعين كل البالانس اللي عليكم وانتوا الاثنين تكونوا موجودين وتمضوا ان انتوا عايزين تقفلوا الاكاونت. لكن بالنسبه اللي هو يضيفك على الاكاونت بتاعه في اي وقت هو ممكن يلغي، وبالتالي هو عنده الباور فيحس بالامان اكتر ان هو ممكن يضيف اسمك على الاكاونت. في الفتره دي كمان اللي انت حاطط اسمك على الاكاونت بتاعه، انت ممكن تروح تفتح كريدت كارد واحد او اثنين. ده ممكن يقلل السكور بتاعه بنسبه قليله لفتره قليله، شهر او اثنين، وبعد كده هيرجع تاني. فانت برضو ممكن تتفق معاه على كده، تقوله ان انا عايز افتح كريدت كارد واحد او اتنين في الفترة دي، وبالتالي هو يبقى عارف ان ممكن السكور بتاعه يقل لمدة شهر او اتنين وهيرجع تاني يرتفع. فدي برضو حاجة سيف انت ممكن تعملها، وتاخد كريدت لاين عالي بقى اللي هو السقف بتاع كريدت كارد بتاعك يبقى 30,000 50,000. ما هو بقى لو انت واخد بيزنس مان مثلا وبتفتح الحساب بتاعك معاه، فده هيعليلك الكريدت ليميت بتاعك، وده طبعا هيعلي السكور بتاعك بنسبة كبيرة. ولكن انا منصحش ان
انت في الفتره دي تروح تاخد لون كبير، لان الاندر رايترز الناس اللي بتكتب اللونز دي ما دول ناس فيري سوفيستيكيتد ويعني الخطوات معقده جدا، وهم فاهمين كويس قوي يعني هم دي شغلانتهم وعايشين فيها بقالهم سنين. فلو شايف ان انت اسمك اتضاف على الاكاونت بتاع الشخص ده وبعدها بيومين ثلاثه رحت علشان تاخد اللون، هيعرف ان انت عامل ده علشان تاخد اللون وبالتالي هيرفض اللون بتاعك. لكن لو استنيت 45 يوم على الاقل ممكن تاخد اللون. انا انصح ان انت تعمل موضوع البيجي بانكينج ده مش عشان تاخد لون، ولكن عشان تعلي الكريدت هيستوري بتاعك. الكريدت هيستوري ده اهم جدا من اللون اللي هتاخده الحالي، لان انت محتاج يكون عندك ريكورد كويس. فانت علشان تبني الريكورد بتاعك ده يفضل ان انت تعمله علشان تبني السكور مش عشان تاخد لون. لو عملته كده انت كده ما اذيتش الشخص التاني، وفي نفس الوقت انت خدت وقتك ان انت تبني السكور بتاعك. مين اللي ممكن يعمل الكلام ده؟ غالبا الاباء بيعملوها لابنائهم، او الطالب لسه في الجامعه او لسه متخرج من الجامعه وما عندوش طبعا اي كريدت هيستوري، فممكن بابا اللي عنده كريدت هيستوري كويس والليمت بتاعه عالي والسكور بتاعه عالي ممكن يضيف ابنه على الاكونت بتاعه لمده مثلا كام شهر، 6 شهور، عبال ما ابنه يبني الكريدت سكور بتاعه وياخد كل الامتيازات بتاعه الاب، وبعد كده يشيل اسمه من عليها والابن بقى يكمل في الطريق بتاعه. فدي حاجه ممكن تعملها اسمها بيجي بانكينج، دور عليها واسال عليها اكتر. ومن ضمن الحاجات المهمه قوي اللي انت لازم تعملها كمان ان انت تدوس اللايك بتن عندك، لان انت لما بتدوسه الالجوريزمز بتاعه اليوتيوب بتعرف ان الفيديو ده كويس وبترفعه لفوق. فارجوك ساعدني، انا مش بطلب منك ان انت تكسر الموبايل بتاعك ولا بطلب منك ان انت تكسر الشاشه بتاعتك، انا كل اللي بطلبه ان انت تدوس على زر اللايك، ويا ريت لو تعمل شير للفيديوهات دي لان فعلا والله مفيده جدا، والمعلومات دي مش هتلاقيها حد يقولها لك كتير، المعلومات دي بتدفع فلوس كتير عشان تقدر ان انت توصل لها. طب لو انت ما عندكش حد حواليك يعمل لك موضوع البيجي بانكينج ده، ممكن تعمل حاجه تريك كده بس هتزود السكور بتاعك، يعني الافريج 13 نقطه بس. يعني لو انت السكور بتاعك قليل شويه وانت عايز تعليه سنه علشان تقدر تاخد لون مثلا او تشتري عربيه او حاجه زي كده، الحاجه اللي انا اقدر اقولها لك ان انت تعملها هي ان انت تعمل حاجه اسمها اكسبيرين بوست. اكسبيرين دي واحده من الشركات اللي بتعمل الكريدت سكورز وكريدت ريبورتس، فعامله نظام اسمه اكسبيرين بوست. اللي بيحصل ان هي ممكن تديك ارقام سريعه، المتوسط بتاعها 13 نقطه، في ناس زود لها 9 نقط بس، وفي ناس زود لها 21 نقطه و25 نقطه. فانت ممكن تستعمل اكسبيرين بوست ده، عباره عن اب بتنزله عندك على التليفون وبتدوس الاكونت بتاعك وهو بيزود لك النقط دي على طول. بيزودها لك بناء على ايه؟ بيدخل على الحسابات بتاعه البنك بتاعك، يبص على الستيتمنتس بتاعه البنك، فيشوف انت حاطط فلوس في السيفنجز اكونت قد ايه وفي التشيكينج، وانت بتدفع البيلز بتاعك، فبياخد في الاعتبار البيلز بتاعه الكهرباء والميه والتليفونات يعني البيلز دي، فبيشوفها وبناء على انت بتسدد قد ايه والكريدت بتاعك عامل ازاي والسيفنجز فيه فلوس قد ايه، فبيروح مزودك النقط. هل انا انصح ان انت تعملها؟ لو انت محتاجها قوي 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 اعملها، لكن لو مش محتاجها ما انصحش ان انت تعملها لكذا سبب. اول حاجة ان اكسبيريان دول بيخشوا على الحساب بتاعك، الاكاونت نمبر بتاعك في البنك. اكسبيريان دول كان عندهم مشكلة في البريتش في السيكوريتي بتاعتهم، ان في هاكرز دخلوا على السيستم بتاعهم قبل كده واخدوا كل البيانات بتاعت الناس بتاعتهم الكلاينتس بتاعهم يعني كاستمرز، وبالتالي لان هم عندهم هيستوري سيء كده، فانا اخاف ان انا اديهم الانفورميشن بتاعه الاكونت، هم هيطلب منك الحسابات بتاعه البنك بتاعتك في البنوك المختلفه وهيدخلوا على الستيتمنتس بتاعه البنوك بتاعتك كلها. لو انت مش محتاج ان انت تعملها فما تعرضش الانفورميشن بتاعك للخطر بالشكل ده، لانهم عندهم تاريخ. هي حصلت لهم مره واحده، ولكن مره زي هنا ما الامريكان بيقولوا one time is too many، فما فيش ده، هي مره كفايه ان الواحد يتبهدل ويحصل identity theft. الحاجه الثانيه انهم بيعملوا لك charge، يعني بتدفع فلوس طبعا عشان الخدمه دي وبتبقى عاليه شويه، فيعني لو انت مش محتاجها ومش هتزود لك نقط كتير، يعني هم 13 نقطه، لو انت مثلا بصيت الافريج هم 13 نقطه، فلقيت ان ال 13 نقطه دول مش هيرفعوك لدرجه رهيبه يعني،
فخلاص استنى، انا رايي ان انت تستنى وتبني الكريدت سكور بتاعك واحده واحده لو انت يعني مش مضطر، لكن لو مضطر خلاص المضطر بيركب الصعب وممكن تعمل الموضوع ده. وعموما كل المعلومات اللي بقولها لكم هنا هي معلومات مهمه جدا، وعشان كده انا بطلب منكم ان انتم تشيروا الفيديو دون لاصحابكم ومعارفكم، ويا ريت تعملوا سبسكريبشن في القناه، لان انت لما تشترك هيجيلك معلومات مهمه تهمك وتفيدك في حياتك. الفيديو اللي بعد كده هيكلمك على انه كريدت كاردز كويسه ان انت تبدا بيها لو عايز تبني الكريدت سكور بتاعك. معكم رانيا سلطان، ودي حكايات من الولايات.